وصلي وسلم على المبعوث رحمه للعالمين وسيد الامور الاجانب سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين في العالمين. كيف لا ولا خلق الكون كله الا لاجله فالكون قد بدا في لا اله الا الله واختتم بمحمد رسول الله. فيما أمره تتكئوا بفضل الله تتكئوا فيما أطراف تجمعنا ولو في طرحنا ألم عجب الغرب أحسن لهم في وفائهم قرروا ولكنا نتابعهم بفضل كله منه لكي ترفع رسالتنا وتكبر خطوة الأمم وتكبر منه شاهدة يغني عزها العدو. Thank you.